مثل العشر عذارة في أول الإصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متى. يعني عشر عذارة بيقول يشبه ملكوت السماوات عشر عذارة، خمس حكيمات وخمس جاهلات. في الواقع أن رقم خمسة يرمز للبشر، فخمس عذارة حكيمات يعني كل البشر الحكماء، وخمس عذارة جاهلات يعني كل البشر الجهل. القديس أوغسطينوس قال أن الرقم خمسة يرمز للبشر على اعتبار أن الإنسان له خمس حواس وخمس أصابع في كل يد من يديه وخمس أصابع في كل رجل من رجليه. والكتاب المقدس استخدم رقم خمسة بالنسبة للبشر برضه، فأكثر إنسان قدمت له وزنات قيل إنه قدم له خمس وزنات في نفس الإصحاح بتاع متى 25. والأمناء قال له مناك ربح خمسة أمناء. فأحسن حاجة بيقدر يعملها الإنسان بتيجي برقم خمسة. حتى ان بولس الرسول لما اتكلم على موهبة التكلم بألسنة قال اني اتكلم كون ان انا اقول خمس كلمات بفهم احسن من 10,000 بدون فهم، لان دي اكبر قدرة لي. وداود النبي في وقوفه امام جلياط الجبار اخذ خمس حصوات ملساء من الوادي، لان دي اكتر حاجة يقدر عليها البشر. والمرأة السامرية في خطاياها قال لها المسيح كان لك خمسة ازواج، يعني ما فيش شر اكتر من كده. وفي لوقا سبعة لما اتكلم عن المرأة اللي بللت قدميه بدموعها وقال مثل لسمعان الفريسي الذي أدانه وأدانه، قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يؤتيان سمحهما جميعا. فحكاية خمسة دي بترمز للبشر، يعني مش معناها مجرد خمسة بالعدد، لا، يعني كل البشر الحكماء وكل البشر الجهلاء. خمسة حكيمات معروفة، وخمس جاهلات. كلمة جاهلات مش معناها ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، لا. الجهل أيضا قيل عن الشر، زي ما قيل في مزمور 14 قال الجاهل في قلبه ليس إله. وبيقول بولس الرسول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. جاهل يعني ماشي مش مظبوط، زي ما ايوب قال لمراته تتكلمين كلاما كاحدى الجاهلات، يعني البعيد عن ربنا. جاهل يعني انسان مش كويس او انسان بعيد عن ربنا او انسان شرير او انسان ملحد. قال الجاهل في قلبه ليس اله. في الترجمة الانجليزية ما بيقولش، ما بيجيبوش كلمة جاهلات، بيقولوا فولش. فولش يعني غبي او احمق، يعني خمسة حكيمات وخمسة حمقاوات. وفي سفر الامثال يقول ثلاثة ما فيش اثقل منهم، ثلاث اشياء ما فيش اثقل منهم: الماء
للرمي وغضب الجاهل. غضب الجاهل يعني الانسان مش مظلوم. المهم هؤلاء العذارة كانوا من برة في بينهم وبين بعض التشابه من الخارج. الجاهلات والحكيمات كلهم كلهن جئنا لاستقبال العريس، يعني عندهم رغبة في استقبال العريس، وكل واحدة منهم كانت تحمل مصباحا في يده، وكل منهم سهروا وفي نص الليل نعسنا كلهن ونمنا، وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا كلهن. يعني في تشابه منهم، لكنهم كانوا خلينا نقول بالمذكر احسن بدل ما نقول كلهن وكنا واعكنا عليكم كده ماشي كويس. كانوا مختلفين في ان دول حكيمات ودول جاهلات، وكانوا مختلفين في ان الحكيمات اخذن معهن زيتا في انيتهن مع مصابحهن، لكن الجاهلات ما اخذوش معاهم زيت، اختلفوا في ده. الجاهلات لعلهن ايضا لم يختبرن مصابيحهن، يعني خدوا المصابيح وما قعدوش يكشفوا عليها فيها زيت ولا ما فيهاش زيت، زي السواق اللي ما كشفش على الفرامل قبل ما يقوم فعمل حادثة، مفروض يكشف قبل ما يقوم. كمان دول كان مفروض يكشفوا على المصابيح بتاعتهم يشوفوا فيها زيت ولا ما فيهاش زيت. التشابه بينهن كان تشابها ظاهريا من بره، لكن من جوه كان في اختلاف. من جوه الحكيمات كان عندهن الحرص والاستعداد والاهتمام، ايضا الجاهلات اهتممن بالحاضر فقط، اما الحكيمات فاهتممن بالمستقبل، اهتموا بالمستقبل. لما احنا الزيت اللي عندنا يخلص نعمل ايه؟ يبقى ناخد زيت احتياطي في الآنية، ده اهتمام بالمستقبل. لكن الجاهلات قاله ناخد المصباح ما دام منور خلصت. ده ربنا في الاهتمام بهذه النقطة قال في مثل وكيل الظلم مدحه لأنه اهتم بالمستقبل، لما يطردوني أعمل إيه؟ اهتم بالمستقبل. في ناس بيخطوا أي خطوة ما يهموش الخطوة التانية تبقى إيه، ويأتي العريس فيبان إيه الفرق بينهم والانفصال بين الجاهلات وبين الحكيمات. يعني كان تشابها مؤقتا وإلى حين وفي هذا العالم، لكن في نهايته بتنكشف كل حاجه. انا متهيألي ان المثل ده يرمز مش للبشر عموما بقدر ما يرمز لنوعيه الخدام الموجودين فيه، اللي ماسكين مصابيح ومؤمنين بربنا وبينتظروا مجيئه الى اخره. عشان كده قيل عذارة. يعني ايه كلمة عذارة؟ قيل في الكتاب في كورنثوس الاولى اصحاح 7 ان
غير المتزوجة تهتم فيما للرب كيف ترضي الرب، أما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي زوجها أو كيف ترضي بيتها. فيبقى العذارة دول في المثل ده يعني النوعية اللي مهتمة بأنها تكرس نفسها لربنا وحياتها كلها لإرضاء الله، وللأسف وجد هذا النوع من الجاهلات اللي ضيعوا نفسهم، مع ان ليهم مظهر التدين من الخارج واللي يخلينا نأخذ بالموضوع ده ان سيد المسيح في نفس الاسبوع اللي قال فيه ناس العذارة قال في نفس الاصحاح مثل اصحاب الوزنات، يعني الناس اللي ربنا ادهم وزنات عشان يتاجروا ويربحوا، وفي نفس الاسبوع قال ايضا مثل الكرامين الارضياء، كرامين يعني خدام. فكان في الايام الاخيرة بيفرق بين الناس الوحشين والكويسين قبل ان يذهب الى الصليب عايز يفرق، ولذلك اتكلم على الكتبة والفريسيين المرائين واتكلم على الصدوقيين واتكلم على حاجات كثيرة من ضمنها قال مثل العذارة الحكيمات والجاهلات. جالس كلهم كعذارة وينتظرنا العريس، كلهم عندهم إيمان، لكن البعض عنده إيمان عامل بالمحبة، إيمان مثمر، وإنسان عنده إيمان شكلي لا يفيد بشيء، غير بقية الأمثلة اللي تكلم على الأبرار والأشرار. دول ناس مؤمنين وينتظرون الرب وسهرانين لنص الليل واخدين مصابيح إلى آخر. الفرق بينهم وبين بعض حكاية الزيت. الزيت دي هي النقطة الرئيسية في الاختلاف بين العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات. ناس عندهم زيت وناس ما عندهمش. حكاية الزيت في الكتاب المقدس بصراحة الزيت بيرمز للروح القدس. الزيت بيرمز ايه؟ للروح القدس. عشان كده الزيت استخدم في المسحة المقدسة اللي ربنا اداها لموسى النبي في خروج اصحاح 30، اللي محلها دلوقتي بنصنع زيت الميرون وبناخد نفس الاوصاف ونفس زيت الزيتون وانواع العطور وبنزود عليها شوية. وقال له دي مسحة مقدسة تمسح بيها خيمة الاجتماع وكل المذابح وتمسح بيها الاواني المقدسة، ومش بس كده، وتمسح هارون رئيسا للكهنة فاصبح يمسح بيها الاماكن المقدسة الاواني المقدسة رجال الكهنوت. وفعلا اخذ موسى الزيت ده بعد ما عمله ومسح به خيمة الاجتماع والاواني والمذابح الى اخره وصبه على رأس هارون. عشان كده احنا بنقول هو ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا كالطيب الكائن على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازلة الى جيب قميصه صب زيت. والعجيب ان ربنا قبل ما يقول لموسى عن هذا الزيت اللي يستخدم في التقديس استعمله يعقوب اب الاباء في تكوين اصحاح 28 لما اخذ الحجر اللي تحت رأسه وصب عليه زيت. وبعدين بقى هذا الزيت يستخدم لمسحة الملوك كما مسح به شاول وصار ملكا يتنبأ. ليه تنبأ؟
لان بالمسحه دي حل عليه الروح القدس فتنبأ، لدرجة انهم قالوا اشاور بين الانبياء وسموه الاول عشر. وبرضو بهذه المسحة مسح داود النبي. وبعدين في ملوك الاول 19 مسح الانبياء ايضا بهذا الزيت المقدس. يبقى الزيت يرمز للروح القدس ولعمل الروح القدس في الانسان. طب يبقى الجاهلات دول بقى حكايتهم ايه؟ الجاهلات بدأوا بمصابيح منيرة لكن لم تستمر، زي ما نقول اعتمدوا على الروح القدس اللي اخذوه في المعمودية انهم ولدوا من الماء والروح. الروح القدس اللي اخذوه في مسحة الميرون من سكن الروح القدس فيهم واكتفوا بكده لكن الكتاب ما قالناش نكتفي بكده. كلنا بناخد الروح القدس في سر الميرون المقدس، وكلنا بنولد من الروح القدس في سر المعمودية. لكن الكتاب بيقول امتلئوا بالروح. امتلئوا ايه؟ بالروح. في افسس الصح 5 امتلئوا بالروح. والروح القدس اللي بناخده مفروض نضرم الروح الذي فينا. وبيقول في تسالونيك الاولى 5 لا تطفئوا الروح. استفانوس الشماس لام اليهود لانهم كانوا يقاومون الروح. فالعذارى دول من النوع اللي اخذوا الروح القدس في مبدا الحياه لكنهن لم يشعلن الروح القدس الذي فيهم. عاشوا في حياه فطور، عاشوا في حياه روتينيه ليس فيها السلوك بالروح ولا إبرام الروح، إنما ربما كان فيها إطفاء الروح أيضا. لم يكتنزوا الروح القدس داخلهم، لم يسعوا إلى تجديد الروح القدس، لم يسعوا إلى شركة الروح القدس في حياتهم. مش مجرد إن احنا أخذنا الروح القدس في سر الميرون، لازم نحيا بالروح، نسلك بالروح، يكون عندنا شركة الروح القدس اللي حتى في البركة النهائية في كل اجتماع يقول وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم كما هي في كورنثوس الثانية اصحاح 13. دي المشكلة. الروح القدس بيعطي استنارة لأنه زيت، زيت بينور، وهذه الاستنارة كانت ترمز إليها السرج في العهد القديم. كان الكنيسة لابد فيها سرج، والسرج جاي منين؟ زيت فيه فتيلة، يبقى الفتيلة المنورة بتنور بواسطة الزيت الواصل إليها. وهو ده الفرق بين استخدام الشمع في الكنائس في رموزه واستخدام الكهرباء اللي قصده ده. كل ما تنظر للشمعة تفتكر الزيت اللي داخل في الفتيلة ومخليها بتنور طول ما الزيت موجود فيها، عن عمل الروح القدس في الناس الاستنارة. عشان كده الناس اللي اعتمدوا ومسحوا بالميرون قال عنهم بولس الرسول في آية عجيبة في عبرانيون الإصحاح 6
لأن الذين استنيروا مرة، استنيروا مرة بالنسحة المقدسة، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا كلمة الله الصالحة وشركة الروح القدس وأخطأ. ممكن الروح القدس بيخبي الإنسان وبيخطأ، لأن الله الذي يعطينا نعمة الروح القدس لا يسحب منا نعمة الحرية. ما فيش نعمة تضيع نعمة تانية. فالعذارى الجاهلات دول كانوا أخذوا هذه الاستنارة ودخلوا المصابيح بين منورة على غنب نامي وصحيوا كان الزيت خبز، حبوا ينوروا ملقوش، قالوا مصابيحنا تنطفئ. حاجة صعبة، حاجة صعبة. هو في بعض الناس يقول لك الزيت ده جايز هو كلمة الله او هو الدعم او هو الانجيل وهو اللي بيعطي الاستنارة، لكن انا بميل الى ان الزيت هو الروح القدس، لان هو ده اللي موجود في الكتاب المقدس عن حلول الروح القدس بواسطة الزيت المقدس حتى في ايامنا هذه في استخدام الميرون وفي عصر الرسل في اخره او في اواخره. يوحنا الرسول في رسالته الاولى، يوحنا الاولى اصحاح 2 ايه 27 بيقول: واما انتم فلكم نسحه من القدوس، وهذه النسحه ثابته فيكم وتعلمكم كل شيء، ولا تستطيعوا لا تحتاجوا لحد يعلمكم. العذارى الجاهلات مشكلتهم هي شركة الروح القدس اللي عندهم ضاعت، ضاعت. أما الحكيمات فأخذن معهن زيتا في آنيتهن. ايه المصابيح اللي فيها الزيت دي؟ المصابيح اللي فيها الزيت هي شخصية الانسان، هي شخصية الانسان فيه الروح القدس ولا مفقوش؟ هي القلب، قلب الانسان وارادته فيه الروح القدس بيعمل ولا مفقوش؟ نعشنا كلهن ونمنا. لعل النعاس والنوم ده رمز للموت. طول هذه الحياة هم موجود وعندهم مصابيح، وبعدين نعسنا كلهن ايه ونمنا. لكن في فرق بين النوم دي ونوم دي. العذراء الحكيمة تنام وتقول انا نائمة وقلبي مش فايقظ، روحها في شركة بينها وبين الروح القدس. الحكيمات طول عمرهن وهن يخزن زيتا في آنيتهن، يخزن الروح القدس في قلوبهم في أفكارهم في حياتهم في الشركة بالروح القدس. فضلوا لغاية لما صار نصف الليل وصار صراخ هو ذا العريس قد أقبل. الصراخ ده هو صوت الملائكة، لأن بيقولوا مجيء المسيح الثاني هيجي بصوت بوق رئيس ملائكة. هو ذا العريس قد أقبل في نصف الليل. بعض الناس البسطاء حفظ الله لهن بساطتهن، بس عايزينها تخش فيها حكمة، اخذوا من الآية دي
ان المسيح هيجي في نص الليل فيبقى بالنهار مش هيجي. طبعا بقول ببساطة ليه؟ لان نص الليل عندنا 12 بالليل، ويكون 3 بعد الظهر في نيويورك، ويكون 12 الظهر، لا 1 الظهر، في فرق 10 ساعات بيننا وبين لوس انجلوس، و7 ساعات بيننا وبين نيويورك، فيبقى نص الليل ما بقاش نص الليل. وفي استراليا نص الليل عندنا يبقى نص النهار عندهم، يعني الحكايه. فازاي بقى نص الليل هيجي المسيح في نص الليل؟ الامريكاني ولا الافريكاني ولا البريطاني ولا اي نص ليل يعني؟ فمش معقول. فنصف الليل رمز الى عز الظلم والعتم، والواحد ما يعرفش. عشان كده المسيح قال اسهروا وصلوا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه اللي ياتي فيه ابن الانسان. وقال في موضع اخر في اليوم الذي لا تعرفه وفي الساعه التي لا تتوقع. في نصف الليل وانت نعسان مش واخد بالك من روحك وسط الظلم، تلاقي صوت يقول لك الله عليه الصلاه. كمان مجيء المسيح جايز في مجيء عام للناس كلها ومجيء خصوصي ليه. طبعا ربنا يحميكم ويكون هذا المجيء بعد عمر طويل ومجيء مفرح الى اخره. لكن الناس في مجيء المسيح مش كلهم هيقبلوا مجيئه بمشاعر واحدة. في ناس فرحانين للقائه، وفي ناس تعبانين زي ما ورد في الكتاب يقول يقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا، من الخوف من الرعب. اللي بيقول عليه في عبرانيين 10 مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وفي القداس الالهي بنقول ظهورك الثاني المخوف والمملوء مدا. وفي سفر الرؤيا اصحاح 1 يقول ان الذين تنوح عليه جميع قبائل الارض والذين طعنوه. في ناس بيبقوا خايفين يقول لك الساعة جت. المهم هذا الناس اللي يقول لنا بأي شعور أنت تستقبل مجيء المسيح، بأي شعور تقعد تبص كده وتبص كده وتقول الله مصابيحنا تنطفئ. طب ليه ما خدتش معاك زيت؟ ليه ما خدتش معاك زيت طول حياتك؟ الكتاب بيقول امتلئوا بالروح، مفيش زيت لا في المصباح ولا في الآنية. الاستعداد لهذا اليوم، المسيح بيقول في لوقا 12 بيقول لتكن أحقاؤكم مشدودة ومصابيحكم موقدة. مصابيح موقدة، تكون لكم النفوس المستنيرة والقلوب المستنيرة والأرواح المستنيرة. المستنيرة والمنيرة، منيرة الغير، ما تكونوش خايفين، ما تكونوش خايفين. الناس بقى اللي مصابيحهم موقدة نقول عليهم دول بني النور، والتانيين نقول عليهم بني الظلمة.
صحيح النور هو المسيح، لكن بالمسيح الذي فيه النيرون. بولس بيقول لا احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيا. صبيح يقدر جواه المسيح المنير، جواه الروح القدس الذي يرمز اليه بالزيت. المصابيح المنيرة تعطي ثقة وتعطي رجاء وتعطي سلام قلبي وتعطي فرح. فالإنسان اللي في اليوم الأخير مصباح ومنير يكون عنده ثقة وعنده رجاء في إنه يدخل مع العريس إلى عرس الزمان، وعنده فرح وعنده سلام داخلي. لا يكفي إنك أنت نلت هذا النور مرة حينما ولدت من الله الذي هو النور الحقيقي، وحينما استنيرت حياتك بالروح القدس الذي يسكن فيك، لكن لابد انك انت تحيا دائما بهذا النور. مش كفاية انك انت اخذت زيت في المسحة المقدسة، ده انت في صلاة الساعة الثالثة من النهار بتقول روحا مستقيما جددته في احشائي، يقول روحك القدوس لا تنزعه مني. وهو شاول الملك نزع منه الروح القدس في صمويل الاول 16 آية 14 يقول وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. المهم نهاية امر خير من بدايته. لا يكفي فقط ان تولد من الروح، وانما لابد ان تمتلئ من الروح وان تحيا بالروح وتسلك بالروح ويتجدد في داخلك عمل الروح ونشاطه وحرارة الروح وثمار الروح ومواهب الروح. والرسول بيقول لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح. تستمر في شركة الروح القدس كل حياتك، لأن لو ما كانش عندك الروح القدس تبقى كبذار وقعت على صخر. بيقول الكتاب عن هذه البذار أنها نبتت قليلا، نبت قليلا وإذ لم يكن له أصل جف. إذ لم يكن له أصل إيه؟ جف. حياتك لازم تكون في استعداد مستمر. مش تقول لما يجي العريس أبقى استعد، لا، استعداد مستمر، استعداد مستمر. لأنه بيقول اسهروا وصلوا. مش كفاية ان البذرة تقع على الارض، لازم يكون ليه عناية بالري والاهتمام. الحاجة العجيبة بقى ان الجاهلات لما لقوا مصابيحهم بتنطفئ قالوا للحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. عبارة مؤثرة ومؤلمة. لكن في الواقع ما امكنش، لان الزيت اللي موجود جوه دي حاجة شخصية ما تنفعش لحد تاني. بر الانسان لا يصلح لانسان اخر مهما كان بينه وبينه محبة.
صلاح داود وبر داود لم يصلح لأبشالوم، ومات أبشالوم مع أنه ابن داود وهلك، وصلاح إبراهيم لم ينفع غني العاهر الغني العاصر العاصر، بل احتاج إلى قطرة ماء لم يجدها. منفعدش. والروح القدس اللي موجود عند إليشع النبي لم ينفع تلميذه جهده، قال له خد العصايا وحطها على الميت، قال ما ينفعش، المهم مش في العصايا، المهم في الروح اللي بتمسك العصايا. دي مسألة خاصة، بر واحد لا ينفع إنسانا آخر، بر نوح لا ينفع كنعان. تقول لي ده جده، ولو كل واحد لابد أن يكون له زيت في آنيته، في قلبه، في فكره، في حياته، في شخصيته. ما ينفعوش بره يجيله من الخارج. عجيب ان هؤلاء الجاهلات كان كل واحدة معها مصباح، لكن مصباح ما فيهوش زيت، ايه الفايدة؟ مصباح ما فيهوش زيت. واحد ليه اسم مسيح وما عندوش ايمان مسيحي، ايمان بالمسيح، ينفع بايه الاسم؟ ينفع ايه؟ او ليه ايمان خالي من محبة الله، او خالي من الشركة مع الروح القدس، وخالي من الممارسة الروحية ومن نقاوة القلب، زي خادم له نشاط لا يحصل، زي المهلوبة جاي شرق وغرب لكن ما عندوش روح، نشاط بلا روح، مصباح بلا زيت، ينفع ايه؟ على حاجة. مساكين العذارى الجاهلات لما اكتشفوا ان ما عندهمش زيت بعد فوات الفرصة، عجيبة، يا ما ربنا ادهم فرص قبل كده، ويا ما انذارات قبل كده، اضاعوا فرصا كثيرة متاحة ولم يأخذنا معهن زيتا. لازم الاستعداد بالزيت يكون استعداد حقيقي واستعداد دائم، استعداد كل يوم من ايام الحياة. عشان كده الكنيسة بتعلمنا هذا الامر في الادبية، وبخاصة في صلاة الساعة الثالثة من جهة علاقتنا بالروح القدس، وفي صلاة النوم ونصف الليل من جهة الاهتمام بالأبدية، بالاستعداد للأبدية. لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرضية وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيب وأنت على سرير الخطايا منطرح وفي إخضاع الجسم والفهاد؟ هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. الكنيسة بتعطيك أن تستعد لهذا اليوم قبل أن يأتي، تستعد لهذا اليوم كل يوم استعداد حقيقي بمشاعر حقيقية. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية 13 لنمتحن أنفسنا، هل نحن في الإيمان؟ هل نختبر أنفسنا؟ لأن يكون شكلية الإيمان زي شكلية العذارى الجاهلات، رايحين يستقبلوا العريس ومعهم مصباح وعذارى وأخو الدنيا، لكن مفيش حاجة.
وبعدين جاي المسيح والمستعدات دخلنا معه واغلق الباب. هذا صعب. العذار الجهلات ذهبنا ليبتعنا لهم زيته. مين اللي هيبيع لكم زيت؟ ما خلصت الحكايه ده في نص الليل، حتى بعد نص الليل ما فيش دكاكين مفتوحه تشتري منهن زيت، ما فيش. والبايع هو ربنا، البايع هو ربنا. صحوا ابتدوا يدوروا على الزيت في غير موسم، زي بذار تزرع في غير موسمها. الزراعة الشتوية بتكون في شهر هاتور، هاتور ده بيكون في نوفمبر يعني اللي جاي الشهر الجاي. والمثل يقول ان فات الهاتور استنى لما السنة تدور، يعني خلاص يبقى السنة راحت عليك مش هتقدر تزرع تاني. لكن عند ربنا ان فاتك هاتور يبقى لم تر النور. يجي واحد يقول طب انا استنى بلاش هاتور وافضل قاعد لطوبه وكيحكي ومشيل وابتدي ازرع القمح بتاعي، والله الحنون العطوف الذي لا يشاء موت الخاطئ يبقى يقبل الزرع بتاعي؟ لا يا حبيبي، لكل شيء تحت السماوات وقت، وللتوبة وقت، وللحصول على الزيت وقت، وللاستعداد وقت. والعذارى الجاهلات ضاع منهم الوقت. بيقول واغلق الباب، اغلق باب التوبة، مفيش توبة بعد الموت. اغلق باب الرجاء، مفيش رجاء لخاطئ مات من غير توبة. اغلقت فرص الاستعداد، انتهت. اغلق باب الملكوت، لا دخول ولا خروج. ما يجيش واحد يقول الاباء الرسل بيوعظوا الناس. يوعظوا الناس ايه يا حبيبي؟ وبعد ما يموت يبقى فيه وعظ؟ بيوعظوا ازاي؟ ما خلاص راحت عليه واغلق الباب. اغلق الباب وربنا يغلق ولا احد يفتح، زي ما بيفتح ولا احد يغلق. كان الباب مفتوحا اثناء الحياه، كان الباب مفتوح امام داوود اخطا وتاب، امام اغسطينوس اخطا وتاب، امام موسى الاسود اخطا وتاب، امام مريم القبطيه، امام فيلاديا، كان الباب مفتوح. لكن بعد الموت اغلق الباب. بس انت متعرفش الموت هيجي امتى. كان الباب مفتوح دخل منه الامم وامنوا، ودخل شاول الطرسوسي وامن وبقى قائد. لكن بعد كلمة اغلق الباب يبقى انتهت. ما دام الباب مفتوح يبقى قصادك فرصة. لا تنتظر مثل العذارى الجاهلات لغاية لما يغلق الباب وبعدين تجري تدور على زيت. تدور على زيت ايه؟ ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة. وهؤلاء الجاهلات ضيعنا اعمارهن، وضيعنا ابديتهن، وضيعنا كل الفرص التي كانت متاحة لهن. وبعدين سمعوا عبارة عجيبة، الحق اقول لكن اني لا اعرفكن. هذا صعب، مين يقدر يحتمل كلمة زي؟ ربنا يقول له روح، روح انا ما اعرفكش، مش عايز اشوف وشك، ما اعرفكش. للذي ينكرني انكره، انكره قدام ابي قدام ملائكة الله. ما اعرفوش، ما اعرفوش يعني لا يستحق معرفتي، لا يستحق معرفتي له. لا اعرفه كابن، ولا اعرفه كمؤمن، ولا اعرفه كاحد خرافي، ولا اعرفه كاحد خدامي. ما اعرفوش، ما شفتوش،
المفصل صعب انك تشوف كده تفضل.